وصلنا للاتفاق ده وهدفنا فيه مجموعة حاجات بسيطة أوي. أول حاجة هو الحفاظ على كل العاملين في المؤسسات. دايما عمليات الاستحواذ على الشركات وإعادة الهيكلة وخلافه دايما الناس بتبص لها من ناحية إن بيحصل تقليص في العمالة، بيحصل تخفيض في الرواتب، بيحصل حاجات من هذا القبيل. اتجاهنا هو بالعكس، هو الحفاظ على كل العمالة المحترفة والسادة الأفاضل الزملاء والإعلاميين الكبار اللي موجودين معانا. الهدف هو الحفاظ عليهم واستخدام أدواتنا للتوسع مش للانكماش. فده الهدف الرئيسي لهذه الشراكة، هو التوسع وليس الانكماش. في فرق كبير جدا ما بين ان انا عندي ادوات كتيرة اقدر استغلها لفتح مجالات واسواق ومنتجات جديدة، او ان انا اقول اخفض تكاليفي وخلاص. فالفكر اللي مبني عليه الشراكة دي هو فكر التوسع والاستثمار والحفاظ على كل المؤسسات القائمة بكل عاملينها دون أي مساس بأي حد فيه.